امشي امشي يا احمد امشي. يلا يلا جيتها. يلا ناس قدك. احمد ركز يا احمد. يا ساكن جاري. مالك زعلان؟ امسك فين وين؟ ليش مالك زعلان؟ تعال يا عمو تعال 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 يا عمو تعال تعال فتح الباب ارجع ارجع بس اسمك الله اما يكسر منك ويخلف عليك يلا لمست امبارح زنتوا لي ولادي الله يخليك يا ولاد ثاني يوم بك ما تجي المدارس وعدوا صدرك في المدارس كيف عليك يا حاج قال هاي ولادي وفيك ما تجي المدارس وهي كمان امهاتك قاعده هذه وهذه الله يخليك نشكر الجمعيه امه واحده عموز على المساعده اللي قدمتها نشكر يما الجمعية أمة واحدة اللي على المساعدة اللي قدمتها لنا، وربنا إن شاء الله بيخليها وبكثر من أفعالهم ومن الخير، ونشكرها كمان بنشكرها. وبدنا كمان صوروني بنقطع فيديو هناك كمان. يلا ودي بس فيديو بدي احاول اركز على الصور اكثر زياده. هذا فيديو وينس ابعد حبيبي، ابعد حبيبي، ابعد ابعد حبيبي. خليك تيجي تراعي قوتك يا ناس. يبي زقزق. سوق الزقزقة. بدك تأخذك انت كمان تشتغل عليه. ما طلعوش الصورة تبعك، مش طبيعية الصورة. ساتر. السلام عليكم. السلام عليكم. استلمت حضرتك. صراحة تقول يعني نشكرهم على الصدمة واحدة، ونشكرهم الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم على هذه المساعدة يعني. يا ساتر يا ساتر. اسماعيل عمار اسمه عمار. السلام عليكم. رسالة شكر لمؤسسة أمة واحدة، تمام؟ يعني كلمة شكر عادية، مثلا بارك الله فيك والله يجزيكم الخير وكلمات من الله. سعادة. تعال 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 تعال